المكرونه بالخضار المشوي، مكرونه مسلوقه من 7 ل 10 دقائق في ميه بشويه ملح بسيط، ممكن تحطي زيت او ما تحطيش بتاعتك انت. طماطم مشويه وبصل مشوي وفلفل احمر مشوي، ومعايا كمان راس توم مشويه، مكعب مرق وعصير طماطم. ايه تاني معايا؟ زعتر، زيت زيتون، ملح وفلفل اسود. بصوا دي اللي انا هعملها معاكم، ودي اللي اوريدي انا مجهزاها من قبل الهوا. الطماطم المشويه مع الثوم مع الفلفل، الريحه اصلا هنا عندي حلوه جدا جدا. جربي المكرونه بالصوص ده خطير، بيطلع حلو قوي. يبقى هنرجع كده عشان التصوير بعد الهوا ونبتدي نشوف هنعمل ايه. هسخن الاول الحله بتاعتي على النار، علي نار على الاخر بقى، انا عايزه الحله تبقى سخنه جدا كده، وتسعه ونشوف هنعمل ايه. الخضار المشوي طيب طريقته عباره عن ايه، او ازاي اقدر اعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه تديني طعم مختلف عن اي مكرونه انتوا دقتوها قبل كده. عندي خضار مشكل، تقدري تحطي فلفل اخضر، تقدري تحطي اي حاجه، كوسه، اي خضار انت عايزه تعمليه تقدري تحطيه في الفرن يتشوي، في الاخر هيديكي طعم حلو قوي. انا بالنسبه لي هتبله بايه؟ شويه زيت اهو، شويه زعتر، فلفل اسود، رشه بسيطه قوي خفيفه، وحبه ملح حلوين، وادخله الفرن. يعني فرن مثلا 170 180 مش هياخد اكتر من 20 دقيقه ويبقى معايا مشوي وزي الفل. هيخرج عندي بالشكل ده اهو، يعني دي هتبقى دي اهي، بعد ما 20 دقيقه هتبقى الحاجات المشويه دي طعمها خرافه. اقدر اضرب الكلام ده واتبل بيه فراخ، اتبل بيه لحمه، هيبقى حلو قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح الخلاط، تعالى نشوف الدنيا عندي رايحه فين، ولسه عندي ما سخنتش قوي، فانا هحط شويه زيت ونشوف هنعمل ايه. ادي خلاطي الجميل، ونجيب هقلبهم كده. الريحه مش ممكن، الريحه بتاعت الخضار مش قادره اقول لكم حلوه ازاي. تقليبه كده بسيطه، وقبل ما انزل بيه هحط شويه معصير الطماطم عشان الخلاط بتاعي يلف، ما لقيش ان في خناقه عشان الخلاط يلف. حط شويه ميه، شويه شوربه اللي انت عايزاه، هي شويه عصير طماطم اهو، حط الكميه كلها بقى، كوباية عصير طماطم اهي، وناخد الكلام الحلو ده، تعالى ننزل بيه كده اهو. بصوا التوم، بصوا جمال التوم المشوي. انا بس عايزه اجيب حاجه تانية انزل بيها عشان دي هتغلبني. بس كده زي الفل، ناخد اهو اهو، ناخد كده الكلام الحلو ده كله بالروائح الحلوه دي، وننزل عندي هنا. في العادي على طول بنعمل مكرونه بالصلصه، بس الفكره النهارده ان طعم الشوي هيفرق قوي قوي في الوصفه، يعني هيديكي طعم مختلف عن اللي انت متعوده عليه. لو كمان بقى ممكن كمان ننزل شويه ميه مغليه، ناخد كل التحمير اللي عندي هنا، الموضوع هيبقى في حته ثانيه خالص. بسم الله. انا لو في البيت طبعا مش هسيب نقطه، مش هسيب فتفوته عندي خدت الشر وراحت، مش هسيب فتفوته عندي في الصينيه، فخدوا بالكم. اخر نقطه، سمي بالله. ناخد ايه؟ ان شاء الله تكون سخنت قوي، انا عايزاها تسخن جدا عشان مجرد ما انزل الطماطم بتاعتي تبتدي تتثبت كده وتعزل على طول. بصوا شايفين اللون؟ شايفين اللون حلو جدا جدا. حسيتي ان الصوص تقيل شويه ممكن تزودي شويه ميه، مفيش مشكله، دي بتاعتك انت. بصوا اللون، هو ده الصوت اللي انا كنت عايزه اسمعه، مش هسيب ولا نقطه برضو، الجمال ده ما يتسابش اهي. حسيتي الموضوع محتاج شويه ميه، ممكن تحط شويه ميه. انا بالنسبه لي خضار مشوي، فانا مش يعني مش لازم ان انا احط اطلعها على النار مده طويله، بالفعل الحاجه كلها مشويه، نقطه ميه صغننه، وده بالطلب. الريحه اللي طالعه ريحه زعتر مع الثوم المشوي، الميكس كله حلو. شوفوا هتبهدل انا دلوقتي بقى، صلصه تبتدي تتسبك وتبتدي
تطرطش في كل حته. حط بقى مكعب مرقه، وده اختياري برضه. خدوا بالكم انا حاطه بالفعل ملح ساعات لما شوينا الخضار، فبالتالي مش هزود الملح قوي، ممكن ادي بس رشه فلفل اسود كده تظبط الطعم عندي وبس. خلاص هبتدي. راحت فين المكرونه؟ اهي الصلصه دي طعمها خطير، مختلف عن اي صلصه انت جربتيها قبل كده. نروح نازلين بقى ايه المكرونه عندي المسلوقه، وما تتكوش على المكرونه في السلق، 7 ل 10 دقايق كافيه جدا ان مكرونتي يطلع طعمها حلو. قلب بقى. بصوا لون ال، عارفين دي كانت عايزه شويه زيتون، رشه جبنه كده على الوش ويبقى الموضوع خرافه. بقول لكم الفضول قاتلني ان انا ادوق اهو، خطيره. ممكن ازود بس شويه زيت، نقطتين صغنين وزيت زيتون بس كده. بصوا بقى اللون عندي عامل ازاي، مختلفه تماما عن اي مكرونه انت كلتيها قبل كده. انا بصراحه يعني ايه، معلش هاخد معلقه عشان اتاكد كمان ان الملح عندي تمام. تحفة. شفتوا قلب الأم؟ كنت حاسة أنا عايزة أرش ملح. أهي وبس خلاص، خلصنا في الوقت المظبوط. وصفة سهلة جدا وبسيطة، ما فيهاش أي حاجة صعبة ولا فيها حاجة مرهقة. هتتبلي الخضار وتروح حاطاه في الفرن ويستوي عندك، يبقى تمام التمام، مش محتاج أي وقت. تعالوا بقى نروح هناك. انا بعد ما حطيت المكرونه بستنى بس بهدي النار وبستنى 7-8 دقايق المكرونه تتشرب عندي، ويبقى الموضوع جاهز على الاكل على طول. تعالوا بقى نبتدي نقدم اكلاتنا مع بعض ونقول كده سريعا عملنا ايه. ناخد بقى كده طبق الباستا الحلو ده، طبق ده صغنن قوي على الكميه بس تمام. اهي بصوا بقى خطيره. بصوا بصوا دي والصلصه كتير كده وبتلمع المكرونه، وطعم الحاجات المشويه فيها خرافه. يلا بينا. ممكن اجيب حاجه اكبر شويه عشان حاسه ان الموضوع ماشي. حلوه دي انجازا بس للوقت. عايزه بقى تحطي عود ريحان فوق، عود زعتر، اللي انت عايزاه على حسب ما انت حابه، بس انا ممكن احط زعتر بما ان المكرونه عندي فيها زعتر اللي اتشوى مع الخضار. اهي انا الناس اللي بحب قوي صلصه المكرونه كتير، يعني هتبقى المكرونه متغلفه كده بالصلصه بتبقى طعمها حلو قوي ومميز عن اي مكرونه تانية. بس كده تاني هيفرحوا دلوقتي الحله دي مش هتحط ضمن الحاجه فهتتاكل على طول. اهي شويه مكرونه خرافه. ناخد بقى ايه عود زعتر مثلا اهو كده يظبط عندي الدنيا، وانقلها انقلها هناك يا استاذ سبعي. قولولي خلاص خليها زي ما هي. عملنا مع بعض النهارده